صباح الخير يا نهاوند، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهاوند حقيقه انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن طبعا خليني قبل ما اتكلم يعني عن يعني كل الاخبار المتعلقه بجميع فرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، خليني طبعا اقول لك يا نهاوند، اقول لك يا كريم، الاجواء هنا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره يمكن طبعا يعني خليني اقول لكم الاجواء يعني هاديه الى حد ما، في تواجد يعني عدد بسيط من اعضاء النادي الاهلي وخاصه كبار السن متواجدين هنا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا يعني بيكونوا متواجدين، بعض بيحب يكون متواجد عشان يستمتع طبعا بالاجواء في الفتره الصباحيه، والبعض الاخر بيكون متواجد طبعا يعني عشان مثلا اللي حابب يمارس الرياضه سواء طبعا بالجري او المشي في ملعب مختار التتش او طبعا في صالات الجيم. ففي يعني عدد بسيط من اعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، ويمكن طبعا مع اقتراب الوقت بيزداد اعداد اعضاء النادي الاهلي سواء كبار السن او طبعا الاطفال والعائلات اللي طبعا بيكون عندهم تمارين من بعد طبعا موعد المدارس والجامعات داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. ده طبعا بالنسبه للاجواء داخل مقر النادي. خليني بقى اروح لاخبار جميع الفرق الرياضيه وابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم طبعا تحت قياده مستر مارسيل كولر. يمكن طبعا بعد مباراه يونج افريكانز يمكن الفريق وبعثه الفريق بالكامل يا نهاوند وكريم وصلوا النهارده الساعه 4 الفجر لمطار القاهره الدولي، ويقرر مستر مارسيل كولر يعني ان الفريق يريح النهارده راحه سلبيه من التدريبات النهارده، وبكره ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعيه الساعه 5 على ملعب مختار التتش استعدادا ان شاء الله للمباراه القادمه واللي هتكون امام فريق شباب بلوزداد واللي هتقام يوم الجمعه ان شاء الله في القاهره، ودي هتكون الجوله الثالثه من ضمن منافسات بطوله دوري ابطال افريقيا. ده بالنسبه فريق كرة القدم. خليني بقى انتقل واروح لجميع الالعاب الاخرى وفريق كره السله طبعا تحت قياده مستر جاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن طبعا فريق النادي الاهلي كان عنده مباراه مع سكر اوس في صاله انا وانتهت بفوز النادي الاهلي بفارق يعني كبير، يمكن طبعا النتيجه كانت 110-40 لصالح النادي الاهلي. ودلوقتي طبعا الفريق بيواصل تدريباته بشكل طبيعي عشان بعد كده عنده مباراه مهمه ان شاء الله الاسبوع ده مع نادي سموحه نهائي بطوله الدوري المرتبط، ولتقام يوم الاربعاء يوم الجمعه على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادسة من أكتوبر. يمكن طبعا الفريق بيستعد للمباراه دي بشكل قوي يا نهاوند وكريم، ولكن حاليا طبعا والمباراه دي كانت المفروض تتلعب الاسبوع اللي فات، ولكن حاليا في توقف دولي بسبب طبعا منتخب افريقيا، منتخب مصر مشارك في بطوله افريقيا 3-3 ومشاركه طبعا ابنائنا من النادي الاهلي سواء في منتخب الرجال او منتخب السيدات. طبعا بالنسبه لمنتخب الرجال مشارك عمرو زهران من النادي الاهلي، ومنتخب السيدات مشارك 3 من لاعبات النادي الاهلي وهم سرايا محمد، نادين سلعاوي، ورنيم الجداوي. يمكن طبعا المنافسات بدات امبارح بالنسبه لمنتخبنا الوطني، وبالنسبه لي طبعا منتخب الرجال كانت في مباراتين امبارح، مباراه نيجيريا ومباراه اوغندا، وكمان السيدات مباراه الجزائر واوغندا ايضا. يمكن فاز منتخبنا الوطني في جميع المباريات، وكمان يعني شفنا اداء قوي واداء رائع من جميع ابناء النادي الاهلي في الثلاث او الاربع مباريات سواء الرجال او السيدات، واللي ساهموا بشكل كبير طبعا في فوز منتخبنا امبارح في جميع المباريات. ده بالنسبه لرجال كره السله. ان شاء الله الفريق هيدخل في معسكر مغلق من يوم الثلاثاء عشان يستعد طبعا للمباراه يوم الاربعاء. كمان خليني اتكلم شويه عن كره اليد وسيدات كره اليد طبعا تحت قياده الكابتن محمد عادل زولا. يعني من يومين كان عندهم مباراه مع فريق الطيران وفاز فيها النادي الاهلي بنتيجه 30-28، وده كان ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. يمكن النهارده هيكون اخر تمرينه بالنسبه للاعبات النادي الاهلي مع فريق النادي الاهلي، وبعد كده هينضموا ان شاء الله لمعسكر مغلق لمنتخبنا الوطني، وده يعتبر معسكر اعداد بالنسبه لجميع اللاعبات. ان شاء الله المعسكر ده هيكون من بكره لحد يوم 14 من شهر ديسمبر الحالي، وهيكون يعني في خلال الايام يعني اللي خاصه بيه معسكر المنتخب هيكون في مباراتين وديتين بالنسبه لمنتخبنا الوطني، وهتكون المباراتين مع الكونغو والجزائر، وجميع المباريات دي وكمان المعسكر المغلق هيكون في المركز الاولمبي في المعادي. كمان رجال كره اليد حاليا ايضا هم في توقف دولي ومع منتخبنا الوطني، ولكن يوم 7 ديسمبر ان شاء الله بعثه فريق النادي الاهلي بالكامل هتسافر للامارات استعدادا لمباراه السوبر المصري، واللي هتقام ان شاء الله في الامارات على استاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. ده طبعا بالنسبه لرجال كره اليد، عندهم مباراه قويه السوبر المصري مع نادي الزمالك واللي هتقام يوم 9 ديسمبر من الشهر الحالي. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك يا نهاوند، اقول لك يا كريم انه رجال او
الماسترز رجال كرة الطايرة كان امبارح عندهم مباراة مع نادي دلفي، والمباراة دي أقيمت على صالة بايونيرز في الإسكندرية وانتهت بفوز النادي الأهلي ب3 أشواط مقابل لا شيء. النهاردة الفريق هيكون في راحة سلبية، وبكرة إن شاء الله هيتمرن على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، استعدادا للمباراة القادمة يوم الثلاثاء اللي هتكون مع نادي المقاولين، وتقام هنا على صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي في تمام الساعة 6 مساء. وكمان بكرة فتيات الذهب أو سيدات كرة الطايرة عندهم مباراة مع نادي الصيد، وأول مباراة في الدور الثاني من بطولة الدوري، وأيضا هتقام على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادسة من أكتوبر في تمام الساعة 6 مساء. يمكن دي كانت يا نهاوند يا كريم سريعا كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. طبعا أنا معاك يا نهاوند، وأكيد معاك يا كريم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. طبعا الكلمة ليك يا نهاوند، تفضلي. والله تغطية كالعادة رائعة جدا منك ووافية زي ما كريم دايما بيقول. أشكرك جدا زميلتنا العزيزة سالة حامد.